وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الله يسلمك. الله يسلمك. بعدين يا شيخ مصطفى، ليا صديق ليا كان واقف في التليفون في بيته. نعم. صديق ليا يعني شاف كان واقف في التليفون بتاع بيته، فشاف زي كان في خناقه وحصل قتل يعني في جريمة قتل. بعدين وبعدين بعد الموضوع ايه الدوم الجنازة بتحصل والكلام ده، عارفين ان هو ايه حصل له أزمة قلبية أو ضغوط في الدورة الدموية، ومحدش جاب سيرة القتل والكلام ده. هو صاحبي ده شاف القتل قدام. ايوه. يبلغ ولا لو حد سأله لازم يشهد ولا لا؟ لازم يبلغ. طبعا، لان هذه المساله فيها ضياع حقوق المقتول ورثة المقتول. النبي عليه السلام في هذا الصدد حديثان. حديث: خير الشهداء الذي ياتي بالشهاده قبل ان يسالها. فهذا محل اذا كانت الحقوق ستضيع، فمبادره الشاهد بالشهاده هذا عمل عظيم. أما الحديث الآخر في ذم أقوام يشهدون ولا يستشهدون، يطلب يشهدون دون أن تطلب منهم الشهادة، فهذا عند التسارع بالشهادة للمجاملات. أما إذا كان الحق سيضيع فعندنا خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. فوراء قوم يقتلون رجلا، وضع الرجل قتل الرجل، وبعدين قام هؤلاء الظلمة قالوا جات له سكتة قلبية ومات. فهنا حق ضاع، حق ايتام. في حق ايتام يسأل لو ما شهدش الشيخ مصطفى يسأل على حق. طبعا يسأل، لانه رأى منكرا عظيما ولم يرد الحق لأهله. كان خايف ممكن يعمل بأي طريقة توصل المعلومة. السلام عليكم.